بعض الناس يعتدون على حقوق غيرهم ويعاملونهم معاملة سيئة، كما أنهم يغتابون غيرهم من الناس ويمشون بالنميمة. فما هو توجيه فضيلتكم لأمثال هؤلاء الناس؟ جزاكم الله خيرا. هذا من الظلم الذي حرمه الله، الاعتداء على الناس في أعراضهم أو في أموالهم أو في أبدانهم، هذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وجاء في الحديث أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وجاء أيضا أن الظالم يقتص للمظلومين يوم القيامة من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئات المظلومين، يطرح عليه ويطرح في النار. فلا بد من القصاص في المظالم، الأمر خطير جدا ولا يجوز ظلم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة، فعلى المسلم أن يمتنع من ظلم الناس، الاعتداء عليهم في أموالهم أو الاعتداء عليهم في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو الشتم أو السباب أو غير ذلك من تنقص الأعراض، فإن هذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وعلى من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يطلب المسامحة من المظلومين، وأن يرد عليهم مظالمهم إن كانت مالية، أو يمكنهم من القصاص إن كان هذا الظلم يقتضي القصاص، يتبرأ من هذه المظالم قبل يوم القيامة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.